من خلالك أقول لهم أيضا الآن زملائي في العزم مع عظيم احترامي لهم واحدا واحد، نحن شركاء في تحالف، أنا أقول لهم اللي جاي حتى يصير رئيس مجلس النواب والله يروح من هسة أريح له، لأنه خيارنا حتى لو جرى فيتو جاد على السيد الحلبوسي، لو جرى فيتو جاد فلنفترض من جهات لا تناقش حين تقول لا تجديد للرئاسات، كان أهمها منه كان يقول مثل هذا الكلام إذا أنا أقول إذا جاء فيتو عندما يقول السيد السستاني أو السيد مقتدى لا تجديد للرئاسات، يعني الإخوان يراهنون على مثل هذا السيناريو. زين. أنا أعتقد أن خيارنا الآخر سيكون من تقدم الإخوان اللي هم الآن يقولون طيب أنتوا رايحين ويا السيد الحلبوسي عندكم اتفاق، والحلبوسي راح يصير عليه فيتو وما يمشي، أني تأريحهم حتى ما يشغلون نفسهم يتعبون نفسهم بالقضية، أني أقول لهم من هسه سيكون الخيار الثاني إذا ما لم يمر الحلبوسي من تقدم وليس من بينكم. فمن الآن دا أريحكم لأن أنا أصدقائي ودا أريح الأشياء حتى اللي عنده نية من هسه يروح يشتغل عليها.